بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد. قبل ما نبدأ بالحصة تبعتنا، بس حاب أنوه على شغلة. شايفين هذا الموقع؟ نعم. سجلوا عندكم ناشر عليها المادة بنظام مرتبة كويس. فلو كتبنا هذا اللينك دخلنا على البراوزر راح يودينا وين؟ هياته على الموقع، ها جبنا على هاي الصفحة. إذا جابني هون بدون بي اتش بي هذول اللوجن، وعادة بدخلك أول إشي وين؟ دخلك على هاي الصفحة. نعم. بيجيك الكورسات متنوعة، فشو بنعمل؟ بنعمل لوج إن. هاي عملنا لوج إن. هسا إيمن، أنت بجوز ما عندكش أكاونت، ما بعت لك أكاونت أنا؟ لا. في مثلا هاي أنس، مثلا بدي أدخل بأكاونت أنس أنا، مشان ابعث لك اكونت لعاد بعمل لك يوزر نيم باسورد، لانه هذا لازم يوزر نيم باسورد، مش اي واحد بيدخل عليه. كويس، وهون الباسورد. كويس، ات سمول، بس نعمل لوج ان ندخل عليه. شايفه هاي دخلت انا باسم انس السعيات. نعم. هيات وشو طلع له هون؟ طلع له كورس هياتو اي دي هذا، او اذا بده يعني يدور عليهن على الكورسز، ماي كورسز، اذا حط على كلمه ماي كورسز بيطلع له هون كورس. اذا ضغط عليه شو بيطلع له؟ شو هاي؟ رياضيات توجيه الفرع الادبي. في هون فيديو تعريفي، في رابط الحصه المباشره، في عندنا مراجعه عامه، النهايات، اوراق عمل، اختبار بالوحده، كله هذا عباره عن فيديوهات شارحه نفس اللي على اليوتيوب، بس ايش مسويه؟ مسويه بطريقه منظمه. تناقص، بعدين هون الدرس الثاني التزايد والتناقص. جايات منظمات. بس ارجع على الكورس، كليك على الكورس، برجعني وين؟ على الصفحه الرئيسيه، بصير اختار. نعم. كل الماده مشروحه فيه بشكل مفهوم. بس بتنظم العمليه، واحنا كنا يعني في مدرسين قاعدين بيشتغلوا معي ان نعمل هون اثراء كمان لامتحانات الكترونيه. حتى تتدربوا على الايش؟ زيها مثلا اختبار في الوحده الاولى. بس تضغط نعم. عليه بعطيك ايش؟ اسئله، هياتو اتمت كويز، معك ربع ساعه تحله. كم من سؤال؟ يجوز 10 اسئله. اذا بيطلع لك سؤال زي هيك. كم سؤال هذول؟ 12 سؤال. نعم. ممكن نعمل هون هيك ماينس، بتطلع عليك هيك اوضح. اذا كان قاف سين يساوي هيك، فان قيمه الف يكون عندها قاف متصل عند سين يساوي 3. أنا مثلا عوض ثلاث، يعني بده يحسبها لحاله وبعدين يختار الاجابه. مثلا انا قديش اطلع 24 30. اذا اربعه يعني بده يجاوبها كيف؟ بتقول 4000 زائد 10 ولا زائد 10؟ 4000 زائد 10 يساوي 30. 4000 زائد 10 يساوي 30. يعني 4000 يساوي 20، يعني 1000 تساوي قديش؟ 5. هو بيحلها على الورقه، بيحلها على الورقه، بعدين بيجي هون شو بيختار؟ 5، 5 اللي هي باء. بيعمل كليك على باء. بيعمل نيكست بيج. بيجي على السؤال اللي بعده، كل صفحة سؤال نفس الشيء لحد ما يخلص. خلينا نحله هذا، معلش نخلصه على الآخر. إذا كان عدم الاتصال اللي هي عند سين يساوي سالب 5 اللي هي بخرج سين عم يشترك. أيوة، إذا هنا اللي هي أسوار المقام يعني. تمام. على الوصل الأول. بس أنا المشكلة أسوي أسئلة كاملة على هذول، بس إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهلها ونعمل امتحانات شاملة لكل المادة. نعم. كانت النهاية هون بساوي 7 عند سين وساوي سالب 1، فقلنا لام قديش؟ فإن قيمة الثابت ميم، هي مش لام. ميم قديش؟ المهم يعني في خطأ طباعة هون. لو حطينا سالب 1 يعني ميم زائد 3 يساوي 7. يعني ميم تساوي 4. ميم 4 ألف. تساوي 4. نحط على ألف. صح؟ وبنمشي. طلع هون بيعد لك الوقت. شايف الوقت؟ نعم. هاي نيكست بيج. اللي بعده بيجينا السؤال اللي بعده. يلا بده النهايه لقاف سين لما سين تقول الواحد من اليمين، واحد من اليمين يعني هاي الجهه، يعني اثنين في الف. اذا بحط الف بعمل نيكست بيج. احنا مشكله مش معمول الا بس على النهايات على هذا الدرس، بس الاسئله اللي عندنا هون ناخذ هذا السؤال. النهايه لما سين لخمسه زائد قاف سين يساوي 7، ودينا بصير 2. اذا نهايه قاف سين 2، 4 زائد 1 5، اذا 5 الجواب. هي ده. نعم. نحط دال. انا بحسب شغله بسرعه. اللي بعديها هيا
فإن قيم سين التي لا يكون عندها متصلا اللي هي سؤال المقام. نعم يقول لنا يقول لنا الإجابات في النهاية. لحظة بس أنا ليش قاعد بحل قاعد معاكم أنا عشان أقول لك شو راح يصير بالنهاية. إذا أرفع من النهاية لما اثنين تقول من اليمين اللي هي سالب واحد راح تكون اللي هي باء. هاي باء. أنا قاعد بحل بسرعة. أنس أنت هسه مبين إنك أنت اللي حالل. أنا داخل باسمك لأنه واحد من اليمين واحد من اليمين هاي واحد من اليمين يعني هاي الجاء يعني واحد. واحد. اللي ألف. أنا حليت قبل مرة بس مش نفس الأسئلة هذول. لا بجوز بس لا أتوقع هني هذول. هسا بده النهاية لما سين تقول لاثنين. خذ ثلاث عامل مشترك بصير سين تربيع ثلاثة سين خذها عامل مشترك. أنا خلينا نسويها هاي. ثلاثة مشترك بصير سين ناقص اثنين. تربيع. اثنين بصير عندنا ثلاثة. صفر. لا ستة بطلع جواب جيم. نعم نعم بعد التعويض صحيح. هذا التعويض تختصر وتعوض. يعني لو طلع غلط عادي أنا بدي حتى بدي أتعمد أطلع لي واحدة غلط أو شيء زي هيك خلال الأقراف قيم ألف النهاية غير موجودة. النهاية غير موجودة لما يكون مفصول زي هيك عند اثنين بس. اللي هي مين اثنين ألف. وهاي سوينا ما زيت حليته هذا صح؟ لا. اللي بعده. كثير حدود قاف الاثنين هالقد لام الاثنين هالقد شو بدي أنا أطلع قيمة النهاية. طيب قاف الاثنين لأنه كثير حدودها متصل إذا قاف الاثنين ثلاثة إذا النهاية ثلاثة. كيف يمكن؟ زائد اثنين 17 17 ناقص أربعة 13 إذا نجيب. هاي خلصنا هاي. وهذا كويس موضوعية. هون سالب واحد تكعيب يعني سالب واحد هون صارت سالب ثلاث تربيع طلع تسعة اللي هي دال. وهذا جاوبنا فينش أتم تخلصنا. نعم. إنه خلص أنت متأكدك تسلم ولا تراجع إشي؟ لا أنا بدي أسلم submit and finish return to attempt يعني إذا بدك تراجع إشي لسه معك نعم. وقت finish خلص بدي أسوي submit and finish خلصت طلع شو بعطيك هسا أعطاك إيش الإجابة صح إذا خطأ بقول لك شو الإجابة الصح وبلاحظين كيف بقول لك إذا جاوبتك صح ولا غلط وإذا غلط شو الإجابة الصح هاي ناوي كمان أعمل إشي أقوى من هيك إنه حتى لو طلعت الإجابة غلط يعطيك فيديو يشرح لك كيف الحل الصح فهمتوا كيف بس هذا بده وقت والله يعني مش رايق له يعني بده وقت يا معلم معلم ممكن تبعث لي الرابط على الواتس لا مش بس الرابط يعطيك يوزر نيم باسورد طبعا لازم تاخذ يوزر نيم باسورد لأنه الرابط لحاله لا يكفي أنا صورت الرابط إذا بدكم ابعثوا هسه على المجموعة يوزر نيم وباسورد لا لا هذا شخصي لازم يروح لا لا بحكي عن الرابط أنا الرابط عادي اكتب بس مفيد ماث لو كتبت هون مفيد ماث هيك مفيد ماث دوت كوم هي الصفحة الرئيسية تبعتي نعم هاي الصفحة هاي الصفحة ما بدها يوزر نيم باسورد لكن لو نزلت تحت دورت على موقع إدارة التعلم شايف هاي كلمة موقع إدارة التعلم هاي هي اللي بدك إيش عليها يوزر نيم تضغط عليها أنا اسمي مفيد وماث رياضيات وعندي أنا كورسات للرياضيات السابع والثامن والتاسع والعاشر وفي عندي دورات وعندي مواد للجامعة يعني أكثر منها عندي درسين كورسات ذيل سهير مس سهير ومصطفى عاملين كورسات لهم هون كمان بيعملوها أنتوا قلكوا التوجيه العلمي وفي التوجيه الأدبي كذلك نفس الشيء موجودة يعني في ظل الظروف اللي إحنا عايشينها الآن كويس تعرفوا انه في هذا الاشي موجود اي حد يعني من زملائكم حابب انه يدخل على هذا الموقع انا بعطيه يوزر نيم باسورد ما عندي مشكله مجانا يعني ما في رسوم طب لو خليت واحد يفوت على اسمي بالضبط بالضبط يعني لو اعطيه يبين عندي انا يبين عندي انه انت اللي فايت نعم وبيجن عندك كمان سجل النشاطات صح ما تفتح ما تفتح ما هو انا ليش يدخل يعني انا بعطيه يوزر نيم باسورد شو المشكله اكتب الرابط نعم اكتب الرابط اللي هو تكتبي هذا عنواني اللي هو هذا مفيد ماث امس تبعثوا لي نعم سأبعث لك اياه نعم مفيد
math.com. إذا بدك تروحي على طول على موقع إدارة التعلم تكتب سلاش مودل يوديك مباشرة على مين؟ على الرابط اللي هو إنك تدخل على الصف مباشرة وعلى المادة مباشرة. طيب اليوم إن شاء الله رح نبدأ بالوحدة الثانية، الفصل الثاني. الوحدة الثانية رح نبدأ بمين؟ الارتباط والانحدار. مش رح أبدأ بالترتيب، ليش؟ لأنه هذا الدرس أسهل درس وبيجي عليه أسئلة يعني حجم الله يعني كثير كبير، ما بدنا نكثر فيه. نفهم إيش يعني ارتباط. إيش يعني ارتباط؟ بالإنجليزي بيقولوا correlation. شوف هسه إحنا من الأشياء المشهورة عندنا، لو جينا أخذنا مثلاً أشخاص، كل واحد لكل شخص أخذنا طوله وأخذنا وزنه. نعم. مظبوط ولا لا؟ وعملنا جدول زي هيك. عملنا جدول زي هيك. ثواني بس أشوفني. ألو. أهلين مراحب. أهلين الله يسلمك. طول عندنا الطول والوزن. يعني مثلاً لو واحد طوله فرضاً 160 سنتيمتر. جينا وزننا طلع وزنه مثلا 70 كيلوغرام، كويس. لاحظوا انه هنا الطول يعني بالمتر وهذا كيلوغرام، مش شرط يكونوا من نفس الوحده. يعني لما يكون عندي هنا متغيرين، لما اقول متغير شو يعني متغير؟ يعني باخذ قيم مختلفه. كل طالب له طول، واحد مثلا طوله 162 سنتي مثلا وزنه 65 كيلوغرام، واحد مثلا طوله 180 سنتي وزنه مثلا 85 كيلوغرام وهكذا، كويس. السؤال الرئيسي اللي دائما نسأله، هل هناك علاقة بين الطول والوزن؟ هل لو عرفت الطول بقدر أتوقع كم الوزن؟ هل لو عرفت الوزن بقدر أطلع الطول؟ وصلت الطريقة كيف؟ هذا معنى الارتباط. يعني هل هناك ارتباط بين الطول والوزن؟ هل لو عرفت واحد من المتغيرات بقدر أعرف المتغير الثاني؟ مثلاً هنا في عندنا بعض العلاقات المشهورة، مثلاً سرعة السيارة زمن الوصول. تخيلوا أن عملت السرعة عمود والزمن عمود، سرعة زمن، وعملت على ما قراءات هون قراءات هون. هذه مثلاً بنسميها سين، هذه بنسميها صاد. في هذه الحالة شو بنقول؟ بنقول هل هناك علاقة بين السرعة والزمن؟ واحدة ثانية، مثلاً عدد ساعات الدراسة والتحصيل الأكاديمي. يعني لو جينا عملنا عمود اسمه سين سميناه عدد ساعات الدراسة، فمين شو بحكي يا جماعة؟ يعني حطيت هون عمود قلت عدد ساعات الدراسة، عدد الساعات، وهون قلت التحصيل اللي هي العلامة اللي بأخذها في الامتحان، سميتها سين وسميتها صاد. يعني واحد بدرس ست ساعات، واحد بدرس ساعتين، واحد بدرس ساعة، واحد بدرس صفر ساعة، واحد بدرس ساعة ونص، واحد بدرس ثلاث ساعات، ماشي. وهذا مثلا في الامتحان مثلا راح جاب علامه من 100، نفترض جاب 75%، هذا جاب 80%، هذا جاب 75%، هذا جاب 40%، هذا جاب مثلا 60%، هذا جاب مثلا 90% وهكذا. فبدرس هل هناك علاقه بين عدد الساعات والتحصيل ولا ما في علاقه؟ كيف بدنا ندرس هاي العلاقه وكيف بدنا نعرف اذا هاي العلاقه موجوده ولا مش موجوده؟ فهنا اول شغله بنعملها ايش بنسوي؟ بنرسم النقاط، نعتبر كل قراءة إلها إيش؟ إلها إحداث سيني وإحداث صادي، تمام؟ ومنروح راسمين على المحاور الإحداثية، منعين النقاط وين؟ على المحاور الإحداثية. على سبيل المثال خلينا نرجع من الأمثلة اللي حكيتها قبل شوي. لو جيت مثلاً أخذت الطول أو عدد ساعات الدراسة، عدد الساعات، وأخذت التحصيل. التحصيل يعني قصدنا علامته في الامتحان، هاي بدي اسميها سين وهي بدي اسميها صاد. نفترض واحد درس اربع ساعات، واحد درس ساعتين، واحد درس ثلاث ساعات، واحد ساعة، واحد صفر ساعة، واحد ثلاث ساعات، ساعتين، ساعة، ساعة، خمس ساعات، ست ساعات، اللي هو كويس. جينا نشوف علاماتهم في الامتحان. هذا الاولاني درس اربع ساعات جاب 80%، الاثنين جاب قديش؟ جاب 75%، الثلاث جاب 75%، الواحد جاب 90%، الصفر جاب 50%، الثلاث جاب 80%. يعني أنا بحط علامات من راسي ترى. هون جاب 95%، هون جاب 90%، هون جاب 40%، هون جاب 70%، هون جاب
80%. سؤال، من هالقراءات اللي احنا قرأناها هل بقدر اقول انه الواحد لو درس ساعات كثير بجيب علامة عالية؟ لا درش اجاوب. طلعي لو كان عندي العدد كبير، نفترض انه انا اخذت، يعني انا كم واحد ماخذ، كم قراءة ماخذ؟ قرأ لي اياها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واحد. هذول في الارتباط دائما بندور على عدد شو يكون كبير، 100 واحد، 200 واحد، قد ما نكسر بكون احسن. ساعتها بقدر اعرف، بقدر اعرف جواب سؤالي اللي سالته قبل شوي، هل لو زاد عدد ساعات الدراسه بزيد التحصيل؟ شو بعرفني؟ ما بقدر اجاوب على هذا السؤال الان. اول شغله بعملها لما يكون عندي جدول مثل هيك، ايش باجي بعمل؟ بعمل محاور احداثيه، محور صادي ومحور سيني، كلنا بنعرف كيف نسوي محاور، صح؟ لاحظوا الساعات، لو نيجي نطلع على الساعات شغلات من 0 ل 6، اقل شيء 0 وعلى شيء قديش؟ 6. اذا خلينا نعمل هون سكيل، هاي 0، هاي 1 2 3 4 5 6. حلو. التحصيل تعال شوف علاماته من وين شغاله، بالاقل شيء 40 وعلى شيء 95. اذا خلينا نبدا من 40 ونزيد كل مره 20 مثلا او 10، 40 50 60 70 80 90 100. بس يعني بنعمل سكيل، يعني عارفين شو عارف كلمه سكيل؟ يعني بنقطع المحور بشكل منتظم متساوي. الان بنمسك النقطه الاولى اللي هي 84 عفوا، هاي سي وهاي صاد. وين النقطه 84؟ بنعينها، هاي 4 تمشي سينات 4 وتطلع جبال ال 80 هيات ال 80. اذا 84 راح تيجي نقطه هون. طبعا هذا الحكي هذا مش مطلوب منكم، ترى ما راح تسووه هذا. ها انا بشرح شرح بس. 72 الانتشار لن يطلب هذا الشيء، لن يطلب هذا الشيء، ما راح يطلب منك تعين نقاط. كويس. 72 72 راح تيجي somewhere wrong، صح ولا لا؟ وبعدين 73 راح تيجي هون اللي وعديها، 91 راح تيجي هون. نعم. اوكي، وهكذا. شايفين هذا المنظر راح يطلع معاي في النهايه، شو بنسميه؟ شو بنسميه هذا الشكل؟ الارتباط. شكل الانتشار. شكل الانتشار. هسا انتم مطلوب منكم تعملوا هيك، تعطوا نقاط وكذا؟ لا. لا. هسا فهمنا اذا احنا عن شو بنتكلم؟ نتكلم عن متغيرين. نتكلم عن متغيرين وبنتكلم عن العلاقه بينهم. اوكي، بدنا نعرف العلاقه. اول خطوه بيعملوها دائما في ايجاد العلاقه انهم يعملوا شكل الانتشار. وغالبا بنستخدم برامج زي الاكسل او برامج التحليل الاحصائي علشان ايش؟ بتسهل علينا عمليه الحساب. الان هذا اللي مطلوب منكم، هذا اللي بيسالكم عنه في الامتحان. نعم. شايفين هذول النقاط؟ هذول هن شكل الانتشار. شايفين هنا قاعد بلون باحمر انا. في بعض النقاط جايات على الخط. نعم. وفي نقاط جايات وين؟ خارج الخط. نعم. بس اغلب النقاط كيف صايرات؟ امتداد حوالين الخط. نعم. واتجاهن كيف طالع؟ طالع من تحت لفوق هيك عامل، صح؟ ازاي؟ هذا نسميها علاقة، علاقة ايش بنسميها؟ طردية. شو يعني علاقة طردية؟ يعني كل ما زادت سين زادت صاد، بتزيد صاد. تمام هيك؟ طيب سؤال، هل هاي العلاقة قوية ولا ضعيفة؟ شوف كيف القوة والضعف بنعتبره، بنطلع قديش النقاط قريبة من الخط. هذا الخط يا جماعة اسمه خط الانحدار. شو اسمه الخط؟ خط الانحدار. خط الانحدار يعني اتجاه، يعني احنا كيف متجهين؟ طالعين لفوق، معناته بزيد، اسمها علاقة طردية وهي موجبة. يا بقولوا علاقة طردية يا بقولوا علاقة موجبة. شو يعني علاقة موجبة؟ شو يعني علاقة طردية؟ يعني كل ما زاد سين بزيد صاد. تمام هيك؟ هل قوية ولا ضعيفة؟ حسب النقاط الانتشار قديش قريبة على الخط. كل ما قربت على الخط بصير العلاقة شو؟ قوية. وإذا بعدت عن الخط شو بنقول عنها؟ ضعيفة. ضعيفة.
أي. كلما اقترب من سالب واحد تصبح العلاقة أقوى، صحيح؟ لا ما حكينا سالب واحد، جبنا سيرة سالب واحد. لا. أنا ذكرت أعداد. لا. لا. منين جبت العدد أنت؟ أنا ما ذكرت أعداد. بقول لك أنت لازم هسيات، إحنا بنتكلم بس من الرسم. طلعي معي، نطلع من الرسم. الخط كيف صاير اتجاهه؟ للأعلى. معناته العلاقة طردية. على طول، بس مطلوب منك تحكي هيك، العلاقة ايش؟ طردية. يعني موجبة. تمام هيك؟ نعم. العلاقة هل علاقة قوية أم ضعيفة؟ بيعتمد كم بعد النقاط عن الخط. كلما اقتربت النقاط الخط نقول علاقة ايش؟ قوية. قوية. هذه يعني قوية نسبيا. كويس؟ الآن تعال نشوف الرسم الثاني. أول شيء، هل العلاقة طردية أم عكسية؟ طردية. طردية. لأنه طالع طلوع، هيا شايف السهم كيف طالع؟ يعني جاي من تحت لفوق، هيك. هاي اسمها طردية. كم، هل العلاقة قوية أم ضعيفة؟ قوية. قوية. قوية جدا هاي، مش قوية، قوية جدا. هاي بيقولوا عنها علاقة تامة. شو يعني علاقة تامة؟ يعني قيمة معامل الارتباط يساوي واحد. لأنه كل النقاط وين وقعت؟ على الخط. على الخط. إذا العلاقة طلعت من هذا النوع بنقول على علاقة تامة. زي مين؟ علاقة السرعة بالزمن. علاقة السرعة بالزمن علاقة تامة. علاقة إيش؟ تامة. تام. يعني بتطلع 100%، كل النقاط بيجين وين؟ على نفس الخط. ساعتها إذا موجبة بتكون موجب واحد. قيمة المعامل الارتباط تكون موجب واحد. طلعوا النقاط هذولا كيف صايرات؟ نازلات نزول. احنا دائما بالرياضات طبعا يا جماعه بنيجي من اليسار لليمين، ما حدش يجي لي هيك مثلا يقول لي هيك طب ما هو الخط. لا، احنا في الرياضات دائما بنيجي من اليسار لليمين، فالخط كيف جاي؟ نازل نزول. ما دام نازل نزول اذا العلاقه ايش؟ عكسيه. كلمه عكسيه يعني كلمه سالبه. هل هاي العلاقه تامه؟ لا. لا. ليش مش تامة؟ لأنه النقاط مش كلهن على نفس الخط. العلاقة هون مش تامة لأنه النقاط مش كلهن على نفس الخط. طيب نيجي على اللي وراها، الشكل اللي بعده. هذا مطلوب منكم، يعطيك الرسم يقول لك شنو العلاقة. هون العلاقة شو بقول عنها؟ العلاقة العكسية تامة. يعني إيش قيمتها؟ سالب واحد. هيا إيميل اللي سالب واحد، وهذيك الموجبة شو بتكون؟ موجب واحد، وهاي سالب واحد. طب هاي العلاقة شو بتدل؟ فيش خط، طلع زي الدائرة. شو بنقول هون؟ لا يوجد علاقة. لا يوجد علاقة. ليش لا يوجد علاقة؟ لأنه النقاط ما لها مبعثرة كثير. ناخذ المثال هذا، شو بده يعني ارسم؟ شكل الانتشار. بدناش نستخدم تكنولوجيا، بدنا نحله بحالنا. شو بنعمل اول خطوه؟ هي شو طالب مني؟ ارسم شكل الانتشار، حدد نوع العلاقه. ايش يعني نوع العلاقه؟ سؤال علاقه بدك تقول لي يا اما طرديه او تقول لي عكسيه. بس هذا المطلوب منا في هذا السؤال، مش مطلوب منا حسابات نهائي. اذا انا اول شيء بجي بسويه بعمل المحاور الاحداثيه. سنة قبل ما نعمل المحاور الاحداثيه بدي اعمل حركه، معلش، عشان نطلع جريد زي العالم والناس، عشان يطلع رسمنا محترم. يطلع رسمنا محترم. هاي شو جريد؟ هسه شايفين الجريد طالع قدامكم جريد. ممتاز. هسه بدنا نعمل هون محور سينات، هاي محور السينات وهاي محور الصادات. عندهم تمام الامور؟ تمام. قول تمام. هاي السين وهاي الصاد. تعال نشوف قيم سين، نطلع عليه 2 3 5 7 8. خلينا نعمل لكل وحده ايش؟ نقطه. يعني هون 1 بصير امشي 2 4 6 بصير تمشي 3 6 9 بصير. يعني هون بتقسمه بطريقه ايش؟ منظمه مناسبه. منظمه، يمشي منظمه ومناسبه.
لو الأعداد كبيرة كان مشيت مثلا 2 4 6 5 10 15 اللي هو تعال نطلع هون برضو كمان من يعني لحدود العشرة مش طوال كثير. إذا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خلص. يلا أول واحدة علامة الرياضيات وعلامة التاريخ. شو السؤال اللي بدي أسأله؟ هل هناك علاقة بين تحصيل الطالب في الرياضيات وتحصيله في العلوم في التاريخ عفوا؟ احنا مثلا مشهور عندنا انه الطالب الشاطر في الرياضيات تلاقيه شاطر بالفيزياء مثلا، الطالب الشاطر بالعربي تلاقيه شاطر بالانجليزي باللغات يعني. طب لاي درجه هذا الكلام صحيح؟ ما بنعرف. هسه بنشوف هاي سين وهاي صاد. يلا بنمسك الطالب الاول، هذا الرقم هذا واحد، رقم الطالب هذا بيهمنيش تمام، هذا ما بيهمني. تتوقعوا الحين كم نقطه انتشار راح اسوي على الشكل؟ خمسة طلاب. الاولاني شو علامته؟ 2 و5. يلا 2 بالرياضيات، يعني هاي سين تمثل رياضيات وصاد تمثل تاريخ. يلا 2 و5 هيها عينت النقطة. الثاني 3 و7 نمشي 3 و7 هاي اللي وراها 5 و4 هاي 5 و4 اللي بعديها 7 و9 7 و9 هاي طلع اللي وراها 8 و5 صح؟ 8 و5 راح تيجي هنا. يعني صعب اني اخمن صح، لكن انا بقول لو تخيلنا انه في خط عامل هيك شو بنقول عن العلاقه؟ لا توجد علاقه. لا يعني هون مش كثير راح اقدر احزر العلاقه، راح بقول طب ليش عملوا خط هيك، ليش ما تعملوا لتحت يعني اعملوا تخيلوا انه هيك جاي. لا هو في علاقه استاذ، بس العلاقه هون صعب اني اتخيلها او احسبها بشكل ايش دقيق. ليش؟ لانه عدد البيانات اللي عندي شو قليل قليل، مش راح اقدر اجاوب عليها 100%. لكن احنا جاوبنا على السؤال اللي هو ارسم شكل الانتشار. فهمتوا كيف نعمل شكل الانتشار او رسم شكل الانتشار؟ طب هون نوع العلاقه مش لازم اكتب طرديه او عكسيه او عدم وجود علاقه، عدم وجود علاقه او بس هو في علاقه، شو ما جوش على شكل دائرة هم. معلم؟ نعم. ممكن في الجدول مثلاً أنت ابتديت من الأرقام عندما كنت تردد الخانات، قلت 1 و2 و3، ممكن مثلاً بالجدول نبلش من أصغر رقم مثلاً من 2 5. ما له دخل الترتيب، ما له علاقة يعني. يعني ترتيب الأعداد هذه لا علاقة له باكتشاف نوع الارتباط، هل هو طردي أم عكسي؟ لانه انت لو بديت بهذه مثلا بالزوج هذا او بهذا الزوج او بهذا الزوج بالاخير راح تطلع معك ايش؟ نقاط، راح يطلع معك نقاط. هسه انا بدي ادور على افضل خط بمر بهذه النقاط، هيك الصح؟ طبعا هو هون عاملها ان العلاقه ايش؟ طرديه على اساس انه لما رسم الخط. بس انا برجع بقول لكم انه هذا الكلام غير دقيق 100% لانه العدد ماله قليل، لكن لو العدد كبير بيبين اكثر. نشوف التدريب اللي بعده. طبعا لاحظوا هاي الطريقه ليست طريقه ايش دقيقه في الحساب، لذلك احنا بحاجه لايش دلاله ايش عدديه، بدنا عدد كل العلاقه موجبه ولا سالبه، طرديه ولا عكسيه، وكم قيمتها، قويه ولا ضعيفه. فانا بطلع هون لايش اسمه معامل ارتباط بيرسون. شو اسمه؟ معامل ارتباط بيرسون. طيب نيجي على التدريب. يلا كيف نحل التدريب؟ نعمل نفس الطريقة اللي عملناها هناك، نعمل محور سينات ونعمل محور إيش؟ صادات. صادات ونعين النقاط. شيء نسوي؟ يلا خلنا نكتب بنتين وهنا صاد، واضح النقاط شغالات لعند 10 يعني أقل حتى من 10. فلو مشينا هيك 1 2
لازم نمشي بتنظيم بغض النظر عن النقاط. خلينا نقول لعشرة مشينا وهذاك نفس الاشي. اذا هذا اول مهارة تعلمناها اليوم شو هي؟ كيف نرسم شكل الانتشار. ومن الشكل هل يمكن ان نحدد اذا العلاقة قوية عفوا طردية ام عكسية؟ يلا 2 و8 وين 2 و8؟ راح امشي 2 و8 هاي نقطة. نعم. اللي وراها 3 و6. 3 و6. اللي بعديها 5 و5. 5 و5. هاي 5 و5. اللي بعديها 4 و7. 4 و7. شفتي كيف يا ايمن؟ ما له علاقة الترتيب. اللي بعده 8 وايش؟ 4. 8 و2. 8 و2. هاي 8 و2. اللي بعده 6 و4. هاي 6 و4. 7 و4. سبعة وإيش؟ سبعة وأربعة. سبعة وأربعة. لاحظوا هنا إنه لو رسمنا خط راح نلاقي الخط تقريبا راح يكون إشي زي هيك. نازل نزول يعني. فهاي العلاقة إيش نوعها؟ عكسية. عكسية. وصلت؟ نعم. الآن اللي راح نتعلمه في معامل ارتباط بيرسون إنه إحنا ما راح نعتمد على إيش؟ على الشكل الانتشار فقط. إحنا بحاجة لإيش الآن؟ بحاجة لقيمة عددية تقول لي إذا كان الارتباط شو ماله؟ قوي أو ضعيف. هذا هو القانون اللي بيعمل معامل ارتباط بيرسون. هذا صعب مبين. ليش شكله؟ شكله بخوف. لا بسيط جدا، شكله بسيط جدا. خلينا نرجع على المثالين. بشو بدي اسوي؟ بدي اخذ القيم هذول، بدي اخذ القانون وخليه قدام عيني. عارفين ليش؟ عشان اسهل على حالي، طبعا هذا مطلوب حفظه. نكتبه زي هيك الامتحان. عندنا في الامتحان نوعين من الاسئله على هذا الدرس. غير شكل الانتشار، خلصنا شكل الانتشار. انتشار خلص، خلصنا الكلمة تبعته. الآن أنا إيش بدي أتكلم؟ بدي أتكلم عن معامل ارتباط بيرسون. تمام؟ معامل ارتباط بيرسون بيجيكوا عليه نوعين من الأسئلة. النوع الأول من الأسئلة إنه يقول لك احسب معامل ارتباط بيرسون. اللي هسا بدي أحله، اللي هو الطويل الصعب. ماشي؟ شو بقول لك؟ احسب معامل ارتباط بيرسون. لما اقول لك احسب معناته بدك تشتغل كل الشغل اللي بدي اشتغله هسه. نعم. فاهم الكلام؟ النوع الثاني من الاسئله انه هو بيعطيك عناصر القانون كاملات، شو بقول لك؟ طبق لي اياها بس. يعني نوعين، واحد سهل وواحد شو؟ صعب. احنا ناخذ الصعب هسه. هاي القانون حطيته قدامي. مبين بخوف صح؟ بس هو سهل جدا. هو سهل جدا. طلع شو بنعمل؟ احنا بنجيب معامل ارتباط بين علامة الرياضيات وعلامة الايش؟ علامة التاريخ. شو باجي بعمل؟ اعمل جدول. اعمل جدول كما يلي. طلع كيف راح اقول؟ راح اقول هنا راح اسوي عمود لمين؟ لسين. لسين. اللي هي علامة الرياضيات. أنا بالنسبة إلي سين تعني الرياضيات. في هذا المثال يعني أقصد. ماشي؟ أنت بس كنت تحفظوا شو بدي أعبي في الجدول. وهون صار شو بدنا نعمل؟ أعتبرها مين؟ علامة مين؟ التاريخ. التاريخ، أنا قاعد بوريكم كيف بحفظ القانون على فكرة. بعلمكم كيف تحفظ القانون. الآن تعال نطلع على القانون شو بده. القانون بده سين ناقص سين فتحة. طلعوا هون مكتوب سين ناقص سين فتحة، صاد ناقص صاد فتحة. هسا بنحكي شو سين فتحة وشو صاد فتحة. سين ناقص سين فتحة، وهاي عملنا عمود إله، يعني تركت له عمود، وبدنا صاد ناقص صاد فتحة، وهون بدي أعمل له عمود. تفهمين شو بسوي؟ قاعد بمسك عناصر القانون وشو بسوي فيهم؟ بحطهم عناوين فوق للجدول، بعدين بصير اعب الجدول. وبدي سين ناقص سين فتحه لكل تربيع.
بدي هيك سين ناقص سين فتحة الكل تربيع، وبدي صاد ناقص صاد فتحة الكل تربيع. شو بدي؟ وبدي سين ناقص صاد في سين، سين ناقص سين فتحة آسف في صاد ناقص صاد فتحة. أنا هذول كل اللي بدي إياهم. تمام؟ من وين جبت هذه الأشياء؟ هاي العناوين اللي فوقها كلها منين جبتها؟ من القانون، من الجدول، من القانون. تمام ولا مش تمام؟ يلا هسه بدنا نصير نعبي الفراغات عاد يا جماعة. هسه هدفنا نعبي هاي الفراغات كلياتها. قبل ما نعبي الفراغات مضطرين لشغلة بسيطة جدا نسويها. شو هي؟ إن نحسب شيء. شو سين فتحة هاي؟ سين فتحة مرت عليكم قبل المرة؟ هاي سين فتحة وصاد فتحة، شو يعني سين فتحة؟ صاد فتحة، شو سين فتحة وصاد فتحة؟ مش عارف شو هني هذول. مين يقول لي شو هني سين فتحة وصاد فتحة؟ لا يا جماعة هاي سهلة. النواتج أرقام سين على العدد؟ لا، احكي بالعربي، شو معنى سين فتحة بالعربي؟ يعني المتوسط الحسابي. الحسابي وصاد فتحة شو معناتها؟ المتوسط الحسابي. بس هذا المتوسط الحسابي لمين الأولاني؟ لسين. لسين. والمتوسط الحسابي الثاني لمين؟ لصاد. لصاد. طب كيف احنا بنجيب المتوسط الحسابي؟ خلينا نراجع لبعض. إذن أول خطوة لازم أعملها أطلع المتوسط الحسابي لسين والمتوسط الحسابي لصاد. يلا نمسك علامات سين، شو بنسوي فيهم؟ نجمعهم. لذلك احنا بنقول هي مجموع سين. هذا الرمز معناته مجموع، مجموع سين على عددهم. يعني عددهم يعني شو بدي اسوي بالضبط؟ بدي اقول 2 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 8 على 5. يلا مين يحسب؟ طلعوا آلاتكم، حاسبوا واحسبوا معي على السريع عشان بسرعه نخلص. نعيدها هاي، نعيدها. شو بالضبط؟ شو اللي عملناه بالضبط؟ اخذنا القيم هذول وشو عملنا فيهم؟ على عددهم جمعنا. يلا 15 20 25 على 5 فيها 5. في داعي اوضح تفاصيل ولا واضحه؟ لا واضحه. واضحه، ما بدي كل الفيلم هذا. الان نجي على الصاد. نعمل نفس الشيء، هي مجموع صاد على عدد صاد. يلا اللي هي 5 زائد 7 زائد 4 زائد 5 على عددهم 5 اللي هي 30. 16 30 على 5 6 6. انا بدي 6، انا عيني على 6. خلاص هذول خلي لي اياهم على جنب. الان في عمود السين ماذا ساكتب؟ السين قيم سين. قيم سين تحت علامة الرياضيات كما هم. يلا نكتبهم. السين عندي 2 3 5 7 8 5 7 8. يلا الصاد 5 7 4 9 5. طلع. إذا أنتوا شو المطلوب منكم بالضبط اللي تحفظوه؟ ها؟ مطلوب منكم تحفظوا العمود هذا اللي فوق، العناوين هذول. شايفين العناوين اللي فوق هذول؟ هذول تربيع. هذول العناوين لو حفظتوهن خلص السؤال. نحفظهم على طريق نمط. هي نمط، هن نمط. لا، يظلن يتكررن. بيتكررن، وهذول راح يتكررن كمان في الدروس اللي بعد هيك. تمام. يعني إذا أنت عرفت تسوي أول واحدة، خلاص الباقيات كلها نفس النظام. لذلك هذا الدرس يعتبر درس ايش؟ سهل. سهل، المفروض انه يكون سهل. طيب خلينا نكمل نسوي التطبيق. انا بس بدي اعمل شغله، بدي امسح هذول عشان ما يخربط الناس، وهاي بدي اكبرها عشان بالاخير راح احنا نستخدمها. اوكي، يلا. ايش يعني سين ناقص سين فتحه؟ يعني 2 ناقص 5. 2 ناقص المتوسط الحسابي. احنا كله راح نعمل ناقص 5 يا سعيات، لانه متوسط سين سالب 3. يلا 2 ناقص 5 سالب 3. سالب 3. 3 ناقص 5 سالب 2. سالب 2. 5 ناقص 5 0. 0. 7 ناقص 5 2. 2.
8 ناقص 5 3 3 بترك. الان بدنا نعمل مين؟ صاد. صاد 5 ناقص 6 5 ناقص 6 5 ناقص 1 6 سالب 1 مظبوط. 7 ناقص 6 1 4 ناقص 6 سالب 2 9 ناقص 6 3 5 ناقص 6 سالب 1 وين هي 5 ناقص 6 سالب 1 تمام هيك ولا مو تمام؟ تمام 100 عند الامور هيك تمام. الان نيجي على هون شو مكتوب هون؟ س ناقص س فتحه الكل تربيع. طيب هي وين س ناقص س فتحه؟ ما هذا العمود هو س ناقص س فتحه. هاي هذا العمود نربع يلا ربع 9 9 4 4 0 9 9 4 9 ثم نجمعه. ايش جمعته؟ لانه طلعوا بالقانون هون شو فيه؟ مجموع. هيو طلعوا بالقانون تحت. هذا مجموعهم يلا نجمعهم. 13 و13 26 14 كيف؟ 14 اسف اسف لا 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 16 ايوه 26 لانه هاي 13 و13 26 يلا نعمل نفس الشيء مع مين؟ مع العمود هذا. يلا نربع واحد 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 أربعة 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 واحد عشرة ستة عشر صح؟ إذن هذه ترمز لماذا؟ 26 ترمز لماذا؟ مجموع مجموع سين ناقص سين فتحة تربيع. وهذه ترمز لماذا؟ مجموع ناقص صاد فتحة تربيع. هذول هم عناصر القانون طلع عليهم. ها هذا النوع الثاني من الاسئله انه ما بيقول لك اعمل جدول. شو بعطيك؟ بعطيك هاي قديش وبعطيك هاي قديش يعني بجهز لك اياه. شو باقي عندي؟ باقي عندي هاي يا جماعه شايفين هاي اللي فوق. تمام يلا الياسين ناقص سين فتحه ضرب صاد ناقص صاد فتحه اللي هي 9 يعني ضرب 1 العمود الاول ضرب العمود الثاني. لا ليش تسعة؟ ليش يا أنس تسعة؟ ما قال تربيع. ما في تربيع. صحيح. إذا العمود ضرب العمود الثاني. إذا هون ثلاث. ثلاث اثنين. هون سالب اثنين. سالب اثنين. ركزوا على الإشارات. هون صفر. صفر. أنا بضرب هيك. ستة. هذا اللي قاعد بضرب فيهم. شايفينهم اللي بضربهم وينهم؟ يلا اثنين بثلاث ستة. ثلاث بسالب واحد. سالب ثلاث. ثلاث. ما أجمع. يلا أجمع. ثلاثة ناقص اثنين واحد. واحد. واحد زائد ستة سبعة. 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 سبعة ناقص ثلاث أربعة. أربعة. هذه ماذا رمزها؟ مجموع سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة. تمام. خلصنا. شو مطلوب باقي؟ ولا شيء سلامتك. ضايل تحط لي هذول على القانون. كيف إن شاء الله بدي أحطهم على القانون؟ أنا بقول لك كيف بدي أحطهم على القانون. بتقول هيك راء اللي هو معامل ارتباط يعني رمز راء تساوي محل البص. شو اكتب يا جماعه؟ اكتب 4 ولا 16 ولا 26؟ 4 4 4 هي مجموع القسمه مع الجذر التربيعي لي في جذر تربيعي. مش شايفين الجذر التربيعي؟ هيو الجذر التربيعي. الجذر التربيعي لي 26 ضرب 16 16. شوف الراء طلعت موجبه صح؟ صح. ما راح تطلع سالبي اصلا الجذر دائما موجب. اذا اللي بيحدد الاشاره البسط. اذا طلعت الاشاره موجبه اذا العلاقه طرديه. العلاقه شو نوعها؟ طرديه يعني موجبه. لو طلعت سالبي بنقول عنها العلاقه عكسيه. خلصنا القصه. الان كم تساوي تقريبا هاي؟ طبعا هم بيجيبوها هيك لو تركتها هيك عادي بس احنا بنقدر نحسبها هاي سهله. بدنا نضرب 26 ضرب 16 ضرب كامل يعني 6 ب 6 ب 36 6 ب 2 12 و 3 15 عارفين شو قاعد بسوي؟ قاعد بضرب 6 2 6 11 416 جذر ال 416 تقريبا تساوي 20 20 وشوي. اذا هون 4 على 20 وتساوي تقريبا شو انا بقول تقريبا على 1 فيها 5 5 2% الخمس تقريبا 20% أو 2 من 10. هذا 2 من 10 بنقول عنه معامل ارتباط ليس قويا ضعيف.
هون احنا هسه بنحكي عن معامل الارتباط. هسه خليني بس اتكلم عن انه كيف حسبنا معامل الارتباط بيرسون. صعب ولا سهل؟ نعم سهل. خلنا نسوي نرد نعيد مثال ثاني لمين؟ للسؤال الثاني اللي هو التدريب. تدريب ايش بدنا نسوي فيه يا جماعه؟ هذا بدنا نعمل جدول. طيب بدون ما احط لكم القانون، بدون ما اكتب القانون، نقلني شو الجدول بده يكون فيه. تمام، بده يكون فيه سين وصاد. ايوه سين وصاد. استنى شوي، خلينا نعمل جريد عشان نطلع الرسمه هيك حلوه ويكون شكلها مدوزن ومرتب. كل ما كان مرتب الامور ما بنلخبطش. يلا بدنا سين وصاد. أيوة. سين هاي لسين، هاي نكتب هون سين عشان ما ننتهش، وبدنا صاد. وايش بدنا كمان؟ سين ناقص سين فتحه. سين ناقص سين فتحه، هاي سين فتحه بدك تجيبها براني لحالك صح؟ صحيح. هاي صاد ناقص صاد فتحه. ايوه وبدنا نجيب صاد ناقص صاد فتحه وسين ناقص سين فتحه تربيع. لحظه شوي بس خليك معي ثواني عشان ايش تخلي الامور تطلع مدوزني. بدنا سين ناقص سين فتحه لكل تربيع، يعني تربيع. العمود الاولاني اللي انت طلعته العمود رقم واحد بدك تربعه. تمام صح مش هيك يا ناس؟ صاد ناقص صاد فتحه. وصاد ناقص صاد فتحه اللي هو العمود الثاني بدنا نربعه. تمام وبعدين شو بدنا اخر شيء؟ ضرب العمود الاول بالعمود الثاني. احنا خلينا دائما هيك العمود الاول والثاني هن اللي بدنا نكونن. ها انا بدي اكتبها، بدي اقول العمود الاول ضرب العمود الثاني عشان اريح حالي من شغله الكتابه. هيك بكون جهزت كل الجدول اللي بدي اياه. تمام شو مطلوب قبل ما ابدا اعب الجدول؟ متوسط الحسابي. ايوه بدي المتوسط الحسابي لمين؟ لسين ولا صاد؟ لسين وصاد. اذا بدي سين فتحه وبدي صاد فتحه. طيب وبعدين شو بدي كمان؟ هسه بدي اجمع. خلص بديش غير هذول. مضبوط؟ بدك اطلع وين سين وصاد؟ هو معطيني نقط، هو طلع معطيني نقط. مين سين ومين صاد؟ سين اثنين اللي على اليمين. ايوه اللي هي الاحداث السيني هذول. فبركات صاد العظمى. بعدين ثلاث. بعدين خمسة. لو تكرر عدد بنكتبه مرتين ترى عادي. اثنين ثلاث خمسة أربعة. أربعة. ثمانية. ثمانية. ستة سبعة. أكيد؟ آه. ستة سبعة، برافو عليك. يلا هسه الصادات اللي هي الأحداث الثانية. ثمانية ستة. ستة. خمسة. خمسة. سبعة. سبعة. اثنين. أيوة اثنين أربعة أربعة. اثنين أربعة أربعة. ماشي تكرر تكرر. يلا الآن المتوسط هو مجموع القيم على عددها. يلا اجمع عشرة عشرين ثلاثين خمسة وثلاثين على واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة على سبعة يساوي خمسة. مجرد حساب. مجموع صاد على عددها. يلا اجمع هاي 14 و5 19 19 و7 26 30 36 36 على 7 يعني برضو هذول 7 تطلع تقريبا 5 5 وشوي. انا نقول 5 و1 بالعشرة. طبعا هي هيك صارت معقدة صح؟ خليها 5. لا لا نكتب تقريبا حنفه بالطرح وبالارض تكون صعب الحسابات، فراح نغير واحده منهن. معلش انا بدي اغير بس واحده منهن حتى ايش تصبح اسهل. فهي مثلا بدل ما هي اربعه خليها ثلاث. شو رايكم؟ انا بدي اغير تصير 35 عشان هي تصير خمسه. طبعا في الواقع العملي ممكن خليتها 40 اللي تطلع. هسه ما في عندنا مشكلة يطلعوا اثنين نفس الشيء، المتوسط الحسابي يطلع نفسه ما عندك مشكلة. يلا الآن شو مطلوب منا؟ نجيب سين ناقص سين فتحة، يعني اثنين ناقص خمسة، ثلاث ناقص خمسة، خمسة ناقص خمسة، أربعة ناقص خمسة، هيك. يلا اثنين ناقص خمسة سالب ثلاث. ثلاث سالب ثلاث. ثلاث ناقص خمسة سالب اثنين. صفر. خمسة ناقص خمسة صفر.
سالب واحد. أربعة ناقص خمسة سالب واحد. ثلاث. خمسة ثلاث. واحد. خمسة. واحد. اثنين. سبعة ناقص خمسة اثنين. يلا نفس الشيء راح نسوي مع مين؟ مع الصادات. ثمانية ناقص خمسة ثلاث على السريع. واحد. صفر. صفر. اثنين. سالب. سالب ثلاث. سالب واحد. سالب اثنين. تمام؟ هل مطلوب مني أجمع هذول العمودين واحد واثنين؟ لا 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 مش من ضمن القانون أصلا. يلا الآن سنربع العمود الأول. إيه تسعة أربعة صفر أربعة واحد تسعة واحد أربعة هذا اللي بدنا نجمعه. وهنا بدنا نربع العمود الثاني. تسعة واحد صفر أربعة تسعة واحد أربعة وهذا بدنا نجمعه. نفس بدنا نضرب العمود الأول في العمود الثاني هذول. هو راح يطلع لنا سالب تسعة. هو راح يطلع سالب اثنين. هو راح يطلع صفر. هو راح يطلع سالب اثنين. هو راح يطلع سالب تسعة. هو راح يطلع سالب واحد. هو راح يطلع سالب أربعة. سالب أربعة. وهذول بدنا نجمعهم. معلم. نعم. ممكن طلب؟ آه تفضلي. أريد فقط عندما تحل يا أنت يا الطلاب يتحدثون عندما تتحدثون الاثنين يصبح تشويش كبير على ولا أسمع. خلاص خليني أنا أشرح لأنه هذا شرح للساتو هو سهل يعني سهل ما بده شيء كويس. خلينا بس نكمل هذا المثال. أذروني. يا الآن بس نخلص لنجمع هذول. هاي 13 أو هيك 10 20 28 تأكدوا بس من الجمع اني بجمع صح. هون 10 20 28 بالصدفة ترى طلعوا نفس الشيء. وهون نجمعهم سالب 11 سالب 22 سالب 27. الآن لو نراجع القانون نشوف القانون هذا هو قانون بيرسون. أنا غطيت على كل شيء وبقيت بس على القيم اللي بدي إياها اللي تلزمني. إذا را تساوي الآن إيش تكتب مكان هذا الفوقاني؟ ناقص سالب 27 على اللي هي آخر عمود الجذر. أيوة الجذر التربيعي لي 28 28 ضرب 28 28. وهاي أصلاً هي عبارة عن مجموع سين ناقص سين فتح الكل تربيع وهي عبارة عن مجموع صاد ناقص صاد فتح الكل تربيع وهي عبارة عن مجموع سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد. إذن إيش النوع الثاني من الأسئلة يا جماعة اللي راح يجينا؟ إنه روح يعطيك هاي القيمة بدون جدول يقول لك هاي هالقد جوابها وهذه هالقد جوابها وهاي هالقد جوابها معناته أنت بس بدك تعوض بالقانون. شو ضايل علينا نطلع هون؟ سالب 27 على بنروح ضاربين 28 28 المهم العلاقة عكسية ولا طردية هون؟ عكسية. عكسية ليش؟ لأن المقام موجب مش راح يكون سالب مستحيل يكون سالب. إذا مين راح يكون سالب؟ بس البسط. البسط إذا سالب على موجب شو بعطيك؟ بعطيك سالب. خلينا نفتح الكالكوليتر عشان نسرع على حالنا الحسابات ما نضيع وقت على ضرب وجمع. طبعا في الامتحان هم بيجيبوا الاعداد نوعا ما ايش سهل بسيط حتى يسهل عليك عمليه الحساب. فلو جينا هون ضربنا 28 ضرب 28 طلع هذا الجواب. بدنا ناخذ جذرها. وين جذرها؟ مين شاف الجذر؟ مش شافه انا بجوز معمول سكند. هاي الجذر الجذر التربيعي الى 28 مظبوط. اذا هي عباره عن لانه طبعا هذا منطقي لانه انت هون كان 28 تربيع فشو ضايل علينا نقسم 27 على 28 نمسح هاي 27 تقسيم 28 تطلع تقريبا 96% بس بالسالب. ايش بنقول عن هاي العلاقه؟ نقول علاقة عكسية قوية. شو بقول عنها؟ عكسية قوية. علاقة عكسية قوية. تمام؟ لأنها قريبة من السالب واحد. لأنها قريبة من السالب
واحد. كيف يعني علاقة عكسية قوية؟ يعني كل ما زاد سين بقل صاد، أو كل ما زاد سين بقل صاد، أو العكس، كل ما زاد كل ما قل سين بزيد صاد، يعني واحدة منهم. إذا تغير الأول الثاني بيعكسه بالاتجاه. صعب هذا الدرس؟ معلم؟ نعم. أنا عندما كنت أحل في المسائل أوجدت أيضا خط الانحدار. لا غير الارتباط. لسه لقدام خط الانحدار. تمام. تكملة هذا الدرس هو أن نوجد خط الانحدار. تمام. يعني الدرس القادم سيكون إعادة على هذا الدرس زائد خطوة إضافية اللي هي إيش؟ هي إيجاد خط الانحدار. خط الانحدار. طلع هنا في المثال هذا معطيك العناصر، طلع كيف هيهم، نجهز لك إياهم. فشو ضل عليك؟ تعوض بس. تعوض. يعني هاي سالب 15 على الجذر التربيعي في 16 ضرب 25. سلام سلام. طبعا جذر 16 و 25 سهل حسابها، لأنه جذر 16 4 وجذر 25 5، إذن هي صارت عبارة عن سالب 15 على 20. تعرفوا تحولوها لنسبة مئوية بسرعة؟ مضرب في 5 75 5 75 يعني 5 في 20 بيطلع 100. إلى النسبة المئوية بالضبط، نسبة مئوية أو عشرية، المهم تحوليها 10. هاي 75 يعني عبارة عن سالب 75%، وهذه علاقة عكسية قوية. علاقة عكسية قوية. لاحظوا في هذا المثال ما في لا جدول ولا سين وصاد ولا سين فتحة ولا شيء من الكلام كله، وهذا النوع بيجي غالبا في الامتحانات. يعني بعطيك كل المعلومات زي هذا السؤال، شوفوا التدريب هذا. فسيات عندنا هون مجموع سين تربيع، هاي واحدة وهاي ثنتين وهاي ثلاث، را شو بدها تساوي؟ بدها تساوي 2 على جذر التربيع الى 9 في 4. خلص السؤال. 2 على 3 في 2 نختصر يعني ثلث. الثلث تقريبا 3/10. كويس. وهاي علاقه ايش بنقول عنها؟ طرديه قويه متوسطه، يعني لا قويه كثير ولا ضعيفه كثير. كيف نعرف القوة والضعف؟ آخر نقطة اليوم. إحنا منتخيل معاملات الارتباط أنها تقع دائماً بين قيمتين. شو هما القيمتين؟ اللي هما سالب واحد وواحد. تقع بين قيمتين اللي هما مين؟ سالب واحد وواحد. ليش سالب واحد وواحد؟ الواحد اللي هو الطرد التام، سالب واحد هو العكس التام. يعني هذه النقطة هي العكس التام. يعني كل النقاط بكون وقعت على نفس الخط، بس الخط شو ماله؟ نازل نزول زي هيك. الطرد التام بكون هيك الخط، كل النقاط واقعة على نفس الخط، بس وين؟ طالع طلوع. إذا أنا دائما أعلى قيمة ممكن أحصل عليها لمعامل ارتباط راء، المعامل ارتباط مازون واحد، أقل قيمة سالب واحد. إذا كان الارتباط ما بينهما اللي هو صفر، اللي هي النقطة هاي صفر، الصفر يدل على انعدام الارتباط، يعني ما في ارتباط. الآن كلما اقتربت من الواحد تزداد القوة، كلما اقتربت من سالب واحد تزداد القوة. إذن القوة إلها علاقة، أنت قريب من الواحد ولا من السالب واحد بتكون قوي، قربت من الصفر بصير ضعيف. طب سؤال، أيهما أقوى؟ معامل ارتباط يساوي 7/10 أم معامل ارتباط يساوي سالب 9/10؟ سالب 9. سالب 9/10 أقوى. ليش؟ لأنه أقرب على سالب واحد، أقرب على سالب واحد. هذا هو درسنا اليوم، مش راح نزيد عليه أكثر من هيك. السيادة اللي حكيتيه يا إيميلي مظبوط، معامل الارتباط هو عبارة عن تكملة لهذا القانون بس. نعم. المرة القادمة راح نأخذ إيش؟ أثر التعديل هاي
في قيمة معامل ارتباط بيرسون إيش بصير، وبنأخذ معادلة الانحدار. هيك بكون خلص آخر درس. وهذا بيجي دائما عليه سؤال كبير، بيجي عليه سؤال كبير. هلا شنو علامة؟ علامة محرجة محرجة، بيجي عليه دوائر كمان. يعني إحنا هيك بنكون خلصنا درسين، يعني معامل الانحدار أو خط الانحدار راح نأخذه وراح كأنه بنعيد على مين؟ على معامل الارتباط بالأول. لكن بقي مثال. لا لا ضايل عندنا اللي هي أثر التعديل ما حكيتوش. نعم. هذا إن شاء الله المرة القادمة، أثر التعديل مع خط الانحدار. بنخلصهم كلياتهم، هيك بكون الدرس هذا كله إيش؟ انتهى. انتهى. إذا إن شاء الله الحصة القادمة بنخلص مين؟ غدا حصة؟ لا غدا لا. غدا يعني راح ناخذ الحصه ان شاء الله يمكن الاثنين، لانه غدا وبعده هذا عندي بصير ارتباط في الجامعه، بصير ما عندي حصه في الجامعه، محاضرات في الجامعه، فخليها ايش ليوم الاثنين القادم ان شاء الله. ناخذ اثنين ثلاثه اربعة تقريبا بنخلص الماده على فكره. نعم الاسبوع القادم غالبا بنخلص الماده. استاذ بعثت لك على الواتس مساله. أي المسألة ما رأيتها؟ لحظة أشوف لك إياها. اللي فيها عن عن اللي هي بيرسون هاي. نعم. واحدة حللتيها أنت. انت تسألي فيها عن شيء ام انه بدك تشوفين انه جوابك صح ولا لا؟ لا اذا كنت تريد اريد ان ترى اذا كان جوابي صحيح لانه نعم ان شاء الله دقق الارقام بس الان النظره السريعه تدل انك ماشي صح. بضل بس انه تدقيق القيم، يعني هل انت ضربتي او طرحتي او جمعتي غلط، هذا اللي ممكن يكون فيه خطا بس، اما بصوره عامه نعم صحيح حلك. اوكي يا جماعه، اذا هذول الدرسين ايش مالين يا جماعه للمره القادمه؟